يعني كيان تأسيس تحالف بين أكبر مؤسستين صحفيتين في مصر اللي هي مؤسسة الأهرام ومؤسسة أخبار اليوم، ده حدث كبير جدا. يعني ينضم لهذا التحالف، أو إحنا داخلين عشان ننضم لتحالف مع القناة الأولى اللي هي أهم قناة في مصر وفي العالم العربي وأول قناة تلفزيونية في العالم العربي، ده حدث غاية في الأهمية. أظن ده مهم جدا، هيعمل نقلة كبيرة للإعلام المصري، سواء الإعلام المقروء اللي هي ممثل في الصحافة أو الإعلام التلفزيوني اللي ممثل في التلفزيون المصري. إحنا مشاركين في هذا الحدث في مؤسسة الأهرام. الأهم من ده إن إحنا كمان أنا مهتم كنقابة للصحفيين لتطوير المحتوى، وده مهم جدا. تطوير المحتوى، أي تطوير المحتوى الإعلامي في الآخر بيصب في صالح المهنة، بيصب في صالح مهنة الصحافة، بيصب في صالح مهنة الإعلام. إحنا معنيين بهذا الكلام، معنيين بنجاح التجربة، إن شاء الله تحقق نجاح كبير، تؤسس لفترة مقبلة من الكيانات الكبرى في مجال الصحافة والإعلام، بحيث إن إحنا نعيد مش في الشارع المصري، مش نعيد وضعنا في الشارع المصري، لا، نحن لنا الريادة دائما في العالم العربي. لابد أن يكون الصحافة المصرية تكون الصحافة المصرية، ويكون التلفزيون المصري هو التلفزيون الرائد، لأن ده حقيقة. ولما تروح أي مكان في الدول العربية وتروح لأي مواطن عربي يقول لك إحنا عايزين حاجة مصر، إحنا مهتمين بقنوات مصر، إحنا مهتمين بصحافة مصر. من هنا دورنا وتحملنا لهذه المسؤولية اللي إن شاء الله تحقق نجاح كبير جدا يسعد بها كل مشاهد عربي في كل مكان. شكرا شكرا, شكرا. شكرا.